شركة أركانيا من الشركات المحترمة اللي واخدة الاستثمار العقاري بشكل علمي وبشكل مهني، بتدور على المنتج ازاي يكون متميز. عملت بعض حاجات مش موجودة في المنصورة، السوق العقاري كله. شركة أركانيا من الشركات الرائدة في أعمال المقاولات هنا في المنصورة، وهي كانت بدايتها بداية قوية، مش بداية طلع سلم درجات ما شاء الله. هم لما بدأوا على، يعني نقدر نقول بادئين كبار ومنافسين لأكبر الشركات هنا المتواجدة في الدقهلية. شركة أركانيا احنا اتعاملنا معاها والله، اشترينا منها جوش شلات في ضماط الجديدة، ناس محترمة في الالتزام في الأمانة، سلمونا في مواعيدنا اللي التزمنا عليه اتفقنا عليه. اتعاملت مع شركة أركانيا، خدت من عندهم شقة 135 متر، ناس كويسة ومحترمة جدا، عندهم مصداقية في التعامل. أنا اتعاملت مع الشركة وخدت من الشركة طبعا قطعتين أرض، والحمد لله رب العالمين توفقت فيهم، والشركة عندها مصداقية في المواعيد. أنا شايف إن يعني من أهم الميزات اللي بيتميزوا بيها هي السمعة الطيبة والمصداقية. اي ضربات بتحصل بترجع لهم، بتلاقوهم ملتزمين معاك، اي تغييرات اي تعديلات في اي رسم في اي حاجه، ناس ملتزمه جدا جدا. وخدنا معاهم حاجات استثمارات في المنصوره، وخدنا معاهم حاجات في القاهره الجديده في 6 اكتوبر، وناس محترمين جدا جدا. الشركه بصراحه المهندس اشرف والفريق بتاعه المهنيه والحرفيه، شكل علمي وشكل تسويقي كويس، متفرد في حاجات اللي كنا بنسمع عنها في مدينتي والرحاب والحاجات دي.